مشاهدينا الاعزاء برحب بحضراتكم من جديد وحديثنا النهارده عن اولى لقاءات الجوله 23 ومواجهه خاصه ومن العيار الثقيل تجمع بين الاتحاد السكندري سيد البلد مع سموحه في الدربي السكندري على اقدم ملعب في تاريخ مصر وهو استاد الاسكندريه تلك الجوهره الفنيه في عالم كره القدم. لقاء يشهد لاول مره منذ سنوات استقرار الفريقين على المستوى الفني وحتى على مستوى النتائج نوعا ما لو رحنا للاتحاد عكس سموحه. النهارده هذه المباراه بتتلعب الساعه 4 عصرا في الملعب وزي ما قلت حقه في التحفه المعماريه الاتحاد الاسكندري. الاتحاد قدر ادارته ان هم يقنعوا كابتن طارق العاشري بالبقاء، كان كابتن طارق كان في قبل مباراه المقاولين قدم استقالته لكن في الاخير قدروا ان هم يعني يخلوا كابتن طارق يكمل معاهم ويبحث عن الفوز الثاني النهارده بعد انتصاره الاخير على المقاولون خارج ارضه. ليه؟ عاوز طبعا ما فيش شك يامل ويمني النفس في ازاحه المصري مؤقتا وخطف وصافه الدوري العام. سموحه تحت قيادة الكابتن احمد سامي بيامل لاستعاده نغمه الانتصارات التي توقفت عند محطه زد اخر مباراه لسموحه خسر 2-1، وبالتالي ما فيش شك ان النهارده عنده دوافع مختلفه لحاجتين، اما عن نتيجه الدور الاول او عن عودة الانتصارات. تاريخ المواجهات بين الفريقين كبير على مستوى الدوري العام، 24 مواجهة جمعت الفريقين. الاتحاد السكندري على مستوى الفوز فاز في 8، سموحة خسر في 6 لقاءات، أما التعادل فكان رصيده من المواجهات 10 مرات. مواجهات كبيرة، أحداث، أرقام، حتى كمان على مستوى النزعة التهديفية. نتيجة الدور الأول بفكر حضراتكم بين الفريقين، سموحة خسر من الاتحاد السكندري، دي كانت مباراته بهدف الهداف الغائب مابولولو عن هذا اللقاء. الاتحاد بيقدم واحد من افضل عروضه منذ سنوات، نتائج، ارقام، رصيده من النقاط بيدخل هذه المباراه وهو عنده 35 نقطه، سموحه عنده 31 نقطه، يعني نتائجه متذبذبه نوعا ما، لكن لو فاز وتقدم باكثر من كام مباراه ممكن يلاقي نفسه فوق في مركز متقدم. مباراه النهارده بتشهد مفارقه غريبه، بيغيب هداف وبيظهر هداف. لو بصينا على الهداف التاريخي الحالي للاتحاد السكندري، مابولولو هو هداف الفرقه بشكل كبير، هو موقوف النهارده مش هيلعب المباراه، اما عن سموحه فبيعود النهارده نجمه هدافه المميز حسام حسن بعد الايقاف. بالمناسبه الفرقتين اللاعبين دول طردوا في مباراتي الاهلي والزمالك. مواجهه اليوم ما فيش شك هي كبيره من نوعها، مواجهة خاصة تحمل معاني الكرة السكندرية، مواجهة كبيرة، كل واحد فيهم بيبحث لأول مرة عن حسابات مختلفة. لو اتكلمنا على الاتحاد فالنهارده لو فاز هياخد وصيف الدوري العام ولو بصفة مؤقتة بعد إزاحة المصري، فيما يسعى سموحة لرد الاعتبار لخسارة الدور الأول واستعارة الانتصارات. كل هذه التفاصيل معانا هنشوفها ونتابعها في الأسلوب التحليلي برفقة الزميل العزيز كريم خطاب. فانتظرونا.